نظموا الحمل بتخففوا الحمل. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بأولى محطتنا لليوم. يعني رح نروح لدولة الكويت، ولكن يعني بجهود أردنية أقيمت مسابقة مؤخرا بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة طبعا 10 دول وأكثر من 60 فريق. هذه المشاركة الأردنية كانت من مدارس اليوبيل لطلاب أردنيين، طلاب رفعوا رأسنا وحصلوا على المركز الأول بمسابقة جمع الكرات متقدم وأيضا في مسابقة السومو. اسمحوا لي أرحب بالضيفين العزيزين زياد شريف وعبد الرحمن سعد. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. مبروك فيكم، وجد هيك نفتخر بالشاب الأردني المبدع اللي دائما حاط هدف أنه يكون الأفضل دائما ودائما. حدثونا وعرفونا إيش هدول المسابقات، هي مثلا مسابقة جمع الكرات ومسابقة السومو. مسابقة جمع الكرات هي بتكون أنت بتبني روبوت من ليجو وبتبرمجه برمجة عادية، بكون في حلبة طاولة فأنت وطابات عشوائية، فبكون في ضدك برضه منافس برضه روبوت زيك من فريق ثاني ودولة ثانية، فأنت المفروض تجمع أكبر عدد من الكرات وترميها على الخصم، ونفس الشيء الخصم راح يرميها عليك، فأنت بدك تتوقع وين الطابات راح يجوا وترميها بأقصى سرعة. زياد حدثنا عن السومو. السومو هي من رياضة السومو اللي كانت بالصين أول شيء، فهي بتكون عبارة عن روبوتين لازم يتنافسوا، وواحد من الروبوتات لازم يطلع الثاني من الحلبة. أوكي. فهي بتكون حلبة دائرية والروبوتين بتنافسوا ولازم يطلع الثاني. الحلو انه يعني حصلتوا على المركز الاول. كنا بنحكي قبل انه شو كان، كيف كان شعوركم، وحدثتني انه لاول مره بتشاركوا واول مره بتاخذ يعني المشاركه الاولى بتاخذوا المركز الاول، تحكي لنا هيك عن فرحه ال اخذنا مركز ثاني. احنا بالمركز بالاردنيه اخذنا مركز ثالث، وبالكويت اللي هي عربيه اخذنا مركز ثاني ما شاء الله، بس عبد الرحمن اخذ مركز اول اكثر. فكان شعور حلو صراحه لانه يعني اول مره بنشارك ونجي مركز ثاني طبعا، الحمد لله. عبد الرحمن شو كان شعوره انك ماخذ كمان مركز اول؟ يعني شعور حلو انه انت يعني لسه اول مره بتبدا وما كنا متعرفين على شو يعني روبوت اصلا، فبوقت انه قدرنا مدرسه اليوبيل دربتنا واعطتنا تدريبات، وشعور حلو يعني انه بعد كل هالتعب تلاقي اللي جبته. الروبوت بيكون جاهز ولا انتم بتجمعوه وبتعملوه؟ لا احنا بنجمع وبنعمله. برافو. حسب أوكي. لكل مسابقه مثلا البول كولكتر بدها ليجو اكثر، اما السومو لا بنحتاج حديد اكثر عشان لازم يكون روبوتين بخبطوا ببعض اكثر، فحسب كل مسابقه يعني. وين خبرتكم كانت، من وين جبتوها، وكيف كانت معرفتكم موجوده لعمل هذه الروبوت؟ خبره انه نفس الشيء بالمدرسه عندنا استاذ حازم، رجل تحية الأستاذ حازم على هذا الإبداع. فهو بيعطينا تدريبات وبيعطينا المواد اللازمة عشان نقدر نبني من ديزاين وبرمجة لحد ما نقدر. هلأ في ساعات معينة بتتدربوا فيها، شو طبيعة التدريبات اللي بتتدربوها؟ هلأ إحنا مثلا ممكن نبلش قبل مثلا بشهرين ثلاثة أشهر من المسابقة حسب قد ايه معنا وقت، بس يعني حسب أنت إمتى بتخلص شغلك، فممكن أنت مثلا تشتغل برا المدرسة كمان إذا معك وقت في البيت. في مرات بتطلب شغل تشتغل مثلا بمخارط او شغلات زي هيك برا المدرسه، فيعني حسب انت بتخلص الروبوت او انت بتشتغل عليه اكثر يعني. كيف كان الدعم لما انك قاعد بتحكي انه بتطلعوا بتضطروا انه لبرا المدرسه، ممكن انه بده ساعات يعني تدريب طويله، كيف دعم الاهل لكم؟ دعم صراحه من امي كانت كثير منيح، يعني هي دائما توصلني وتوديني، واذا بدي اكل مرات تجيب لي اكل وهيك يعني. عبد الرحمن شكرا لهم احنا بنشكرها كمان. اهلي لهم دور كبير اكيد في اللي سووه، اول شيء انهم دخلوني المدرسه وضلهم يشجعوني انه اكمل بالروبوت تدريب ووصلوني زي ما حكى والاكل اكيد يعني. طب انتم كان هدفكم تحصلوا على هاي الجائزه حتى انتم طبعا تثبتوا لحالكم انه انتم قدر هذا المسابقه، بس كمان كنتوا حابين تفرحوا اهليكم اللي تعبوا عليكم والمدرسه طبعا. اكيد قلنا اكيد هذا الشيء يعني يعني حلو انه تشوف الناس اللي ساعدوك انه يشوفوا شو انه
كيف ساعدوك، كيف أثمر هذا الإشي بالمسابقات؟ والله أنا متوقع رح يكونوا فخورين فيكم كثير، وزي ما أنتم متوقعينه بالزيادة. هلا احكوا لنا كيف كان، كيف الأردن مثلت، يعني كيف الأردن كانت تمثلنا في هذه المسابقة؟ لأنه نظرك حتى بزميلتنا تمارا النهار بنتها كانت مشاركة بروبرت بدولة الكويت، يعني كان في أكثر من يعني أكثر من شخص بمثلنا من الأردن بدولة الكويت، كيف كانت المشاركة الأردنية؟ هو كان في بالمسابقة بالكويت، بالمسابقة العربية كان في عبارة عن 10 أفرقة أردنية، والحمد لله في تقريبا 4 أفرقة أو 5 أفرقة جابوا مراكز عالية. الحمد لله. قد ايه باخذ منكم وقت هذا التدريب؟ يعني انتم بتخلصوا دراستكم بترجعوا تتدربوا، بترجعوا مثلا بالبيت تجمعوا، ولا خلص كل الشغل بيكون بالمدرسة وهذا جهد فردي، ولا مع زملاء لكم موجودين؟ هسه ما في شيء، ما في شغل انه عن فراد أو شيء. أنا معي بالفريق معي حمزة أبو فرسخ، هو مع حازم طوش. التدريب يعني بنشتغل المدرسة، بس بعد المدرسة يعني ما بنقدر نضل هيك، فمنروح على مركز بعد المدرسة مع تنظيم من أستاذ حازم برضو، منتدرب هناك ومننظم وقتنا مع الامتحانات عشان ما نقدر إنه إشي فوق إشي ثاني. طب هي نفس الموضوع إنه أنت يعني تصنع روبوت، وإنك أنت يعني سواء كان بالسومو أو كان بجمع الكرات، يعني شخصيا إيش بيعود عليكم؟ يعني انتم كطلاب كافراد ايش بيعود عليكم شخصيا هذا النوع من الاختراع احنا بنحكي عنه او ابتكار؟ هلا الروبوت احنا هلا بنعتبر انه بس مسابقه وروبوتات وهيك، بس هو بالاخر يعني احنا بنتعلم خبرات ويعني اشياء حتفيدنا بالمستقبل، لانه زي ما بنحكي هلا بالمستقبل حيصير كله تكنولوجيا واي تي، وحيصير الروبوتات يدخلوا كثير مجالات ثانيه. فاحنا كطلاب انه من هذا العمر عم نبلش نتعلم هاي الشغلات حيفيدنا كثير بالمستقبل. اكيد. عبد الرحمن انت شو استفدت شخصيا من هاي التجربه؟ اول شيء يعني هم المسابقه بمثلوها بروبوتات هيك، اكيد يعني بمثلوها عشان الطلاب يتعلموا من نتعرف على الروبوت اكثر، لانه زي ما حكى زياد الروبوتات هي اللي راح تحتاج، يعني هي اللي ماسكه الوظائف تقريبا، هي اللي عم انه حتسيطر بالكامل، فلازم يعني يقعدوا مكاننا. قلت كيف هم راح يقعدوا مكاننا وندي. طب بتشوفوا الرياده والابتكار اصبح موضوع بتهتم فيه المدارس وحتى الجامعات والشركات اللي بتطمح انه يكون عندها مكانه افضل من باقي الشركات الاخرى او المدارس الاخرى او الجامعات، وبنشوف اصبحت المنافسه بمجال الرياده، ايش ساعدكم حتى استمريتوا بمجال الرياده وابتكرتوا هاي المواضيع؟ هلا اوكي المدرسه لها دور، بس كمان في دور على الاهل، في دور عليكم انتم، بعيدا عن البلاي ستيشن، بعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، بعيدا عن الفورتنايت، بعيدا عن كل الامور اللي في لها وقتها، ولكن كيف قدرتوا تخلوا هذه الرياده هو الهدف الاساسي بعيدا عن هذه الامور الاخرى الموجوده حواليكم؟ اول شيء الواحد لازم انه ينظم وقته، يعني اكيد ما راح نتخلى عن اللعب، بس برضه طبعا اكيد بس انه تنظم وقتك بين دراسه ولعب وشغل. يعني برضه انت ما عم بتسوي شيء، يعني هاي الروبوتات احنا ما عم نسويها غصب عننا، يعني شيء احنا بنحبه يعني زي تسلاي وبرضه تدريب، فانه هذا الشيء اللي بيكمل. كثير حلو. يعني اليوم شايفين هيك الجوائز معنا قديش مبسوطين. هلا تحدثنا عن الشعور لما اخذتوا هذه الجائزه، حابين هذا الشعور تعيشوه مره ثانيه؟ حابين تجربوا هذا الشعور مره ثانيه، تشاركوا بمسابقات ثانيه، ولا خلص انه في ناس بقول لك انا خلص عملت اللي بدي اياه وكان طموحي اخذ انه اشارك وانه وافوز وفزت خلص ما بدي اكرر، حابين تخوضوا التجربه مره ثانيه في مسابقات اخرى؟ هو صراحه يعني اول مره بنشارك ونجيب مركز ثاني، فعم نفكر انه مثلا نشارك السنوات الجايه ونجيب ان شاء الله مركز اولى. يعني يا ان شاء رب. الله ان شاء الله. عبد الرحمن يعني الحمد لله بدنا نشارك في مسابقه انتل العلوم، فبدنا يعني نحاول اكبر عدد المسابقات ان شاء الله. يا رب. احنا يعني واثقين فيكم، عارفين انه احنا شبابنا الاردنيين وين ما يروح باي دوله بالعالم دائما رافعين راسنا وبننبسط. يعني انا اليوم بس هيك فتوا على الاستوديو ومسكين الجوائز قديش انبسطت، فرحتي يعني ما بضاهيها فرحه لما نشوف شبابنا بالفعل هم عم بيرفعوا ببيضوا وجهنا برا الاردن. شكرا لكم، شكرا جزيلا، ومن نجاح لنجاح الله يوفقكم يا رب. وجه تحيه لاهليكم.